هبه الأباصيري واحدة من المذيعات الجمال اللي ليهم تاريخ طويل في الأعلام والبرامج، دايماً الناس بتشوفها هي اللي بتستضيف وعمر ما حد شافها وهي ضيفة، فلما تلعب دور الضيفة أكيد هيبقى عندها أسرار كتير. كشفت هبة الأباصيري أسرار عن حياتها وكانت مفاجأة الناس كتير لما استضافوها في برنامج من برامج السوشيال ميديا، واللي كان أول مفاجأتها أنها راحت لدكتور تجميل في لبنان علشان مناخيرها كانت مكسورة وهي صغيرة ولمت لوحدها، بس كان فيها عوجة ما كانتش عاجباها، وأول ما راحت للدكتور قعدت تعيط لما سألها أنت إيه اللي مش عاجبك في نفسك، والدكتور سابها تعيط للآخر، وبعدين قال لها أنت محتاجة تتعالجي من الاكتئاب مش مناخيرك المعوجة، وطلب منها أنها تخرج وتتفسح علشان تقدر تطلع من اللي هي فيه. مش ده بس السر الوحيد اللي كشفت عنه الأباصيري، كمان قالت انها عمرها ما لقت الحب في حياتها ونفسها تقابل حب بجد، وان اللي مرت بيه هي مش بتعتبره حب حقيقي بشكل كامل، وقالت انها يمكن اتحبت بس ما حبتش، وده من الحاجات اللي ناقصاها ونفسها تحصل ليها. يعني هبة الأباصيري ما حبتش لحد دلوقتي رغم جمالها ورقتها دي كلها، ونفسها تلاقي حب حياتها. فالدنيا دي غريبة جدا ومحدش أبدا بياخد فيها كل حاجة عايزها.